طيب سلام عليكم رجاله، فيديو جديد. فيديو النهارده هبرو عن نسخه جديده، نسخه اجنبيه قابله للتعديل، نسخه المجال وبره المجال، نسخه تثبت جنب اي نسخه معاك يعني جنب المتجر. تمام، نسخه برو مش بتهنج حرف، النسخه قابله للتعديل، عايز تعدل عليها عدل عليها. نسخه طبعا بالعربي، كل اللي فيها عربي. تمام، زي النسخه بتهنج. تمام، بس قبل ابدا برو في شرح النسخه، تصلي على النبي وتشترك في القناه لو لسه مشتركتش، ولازم تشترك عشان تعرف تنزل النسخه. تمام، نخش برو في شرحها على طول كده. تمام، النسخه يا برو. تمام، تفتح معاك برو دي مش وقت النسخة، دي دارك في النسخة. تعال نوريك النسخة تفتح معاك بالواقع انهي. تمام برو، النسخة كده فاتحة برو، تفتح معاك بالواقع دي كده برو. تمام، بس انا خليها داكن يعني عشان بحب الداكن فيها وكده، الداكن فيها عظمة يعني. تمام تمام برو، نرجع كده اوريك الابواب بتاع النسخة قبل نطلع من هنا. تمام، ده الابواب بتاع النسخة برو. تمام، نرجع بقى برو تاني. تمام، عندك هنا برو ايقونة البحث، لو عايز تبحث عن حاجة يعني فبتكتبها تجيلك. تمام، عندك هنا الخصوصيه فوق، فاخر ظهور بالعربي، اخفاء رساله محوله، انا حذف الرسائل، اخفاء مشاهده الستوري، ما انا حذف الحاله. تمام، وكل دي مميزات البلس. تمام، كل دي مميزات البلس. تمام، نرجع تاني كده. تمام، تاني حاجه عندك هنا برو اعدادات الجيو، دوس عليها كده برو، دي له الغاء. تمام، سيبك من تبرع اول حاجه دي عشان ادخلك كروم والشغل ده، شركه الوسائط دي برو تدوس عليها. تمام، عندك هنا برو فعل، ده كله كده برو عشان دي خليها على الاخر كده برو، ودي برضو عشان تبعت صور باقصى جوده ودقه الصوره الاصليه. تمام، وكل الكلام ده. تمام، دي الغاء بيك اب ورسول نسخه احتياطي مستعده برو، لو عايز تضيف ملف بسرعه زي ما انا ضايف كده فشغاله معاك. تمام تمام، عندك برو هنا حذف ملفات الواتس المؤقته اللي هي كلين كاش برو، عايز تنضف النسخه شغاله ومش محروقه عشان محدش يهبد. تمام، اعدادات اخرى برو دوس عليها كده. ده برو الزر العام، لما انت بتيجي تدوس على الزر العام فبيسال لك كذا ايقونه فلو عايز تخفيهم يعني. تمام، نرجع عندك هنا برو، بس كده نرجع بقى هنا. تمام، خش بقى برو على التشغيل، هنا النسخة بتراستر النسخة مع نفسها كده. تمام، عندك هنا برو درجة رقم غير محفوظ، رسالة رقم غير محفوظ، فاللي هو تكتب نداء الدولة أو تكتب زائد 20 مثلا مصر وتكتب الرقم. تمام تمام، عندك هنا مجموعة جديدة برو، لو عايز تضيف مجموعة جديدة. بعد كده عندك برو رسالة جماعية اللي هو البي سي برو. تمام، عندك هنا واتساب ويب مالناش دعوة بيه، ورسالة مميزة بنجمة وتحديثات وكافي الانترنت، دي هي هتكون قطع النت. تمام، بس هي موجودة في الايه في القايمة وكده. تمام، بس كده برو، دي كانت مميزات النسخ. خش بقى برو في النسخة من التهنيج. تمام، عندك هنا برو ده فيروس الفيديو، بس مش عارف افتحه عشان ما نزلتوش. تمام، بس هي متهنجش منه يعني. تمام، عندك هنا برو فيروسات يا برو. تمام، نعمل ريبلاي على كله. تمام، مفيش اي تهنيج، مفيش اي حاجه بتقف قدام النسخه برو، انا مجربها فعلا يعني النسخه جامده. تمام اهو يا برو، مفيش اي حاجه بتقف قدام النسخه. تمام، نخش هنا دي فيروسات ايه. تمام، دي فيروسات اللي هي اشكال والحرارات دي. تمام اهو يا برو، مفيش اي تهنيج خالص، النسخه ريبلي على كل حاجه برو، مفيش اي تهنيج. هنا برو دي فيروسات حرق اشاعات برو اهي. تمام، مفيش اي حاجه في النسخه خالص، النسخه طالقه يعني، فاللي هو مفيش اي حاجه فيها. تمام، دي كونكتات يا برو. تمام، شايف ريبلي عليا كونكت برو، النسخه بتطير يا اسطى في الكونكتات. تمام، مفيش اي تهنيج يعني. فاضل هنا يا برو. تمام، دي برضو كونكتات اهي. تمام، طب انا في الصوره ده اجنبي، داتابيز دي يا برو كلها فيروسات دي يا برو، مفيش اي حاجه يعني. خش هنا يا برو، ده برضه فيروسات بتاعت واحد اجنبي بس ما بتنكش انا من النسخه. عندك هنا برو بقى فيروس الخريطه والاشعارات. تمام اه برو جي بي اس. تمام، مفيش اي تهنيج منه. تمام، ده فيروس الصور بس برضه مش منزله. بس هو لو بتهنج من النسخه ما كانتش جرت فيه اصلا كده يعني، ما كانتش هتخش الشات اصلا. تمام، ده فيروس الريكورد تقريبا الجديد، فمفيش اي تهنيج يعني. دي فيروسات ايفون مالناش دعوه بيها. تمام، ده فيروس الاشعارات تقريبا، فاللي هو مفيش اي تهنيج يعني يا برو. تمام اه برو. تمام، طبعا النسخة مش محروقة فويس عشان محدش يهبد. تمام، فهتبعت. تمام، طبعا النسخة بتسرق ستوري برو، فيها كل اللي انت عايزه، بس انا عشان ده في ملف السرعة فما عنديش ستوري وكده. تمام، بس يا برو ده كان فيديو النهاردة، ومنساش يا برو تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لك كومنت لو عجبك الفيديو. يلا اخوات اشوفكم في فيديو جديد.